المتأمل لواقع اللغة العربية هذه الأيام يرى أنها قد هانت وأهملت على يد أولادها، حتى إن المرأة لن يبالغ إن قال إننا نعيش أزمة وردة لغوية عامة في ظل ضعف وتغريب لغوي. فكانت النتيجة أنسدت العامية على ألسنة المعلمين والدارسين في مراحل التعليم كافة، بل على ألسنة المتخصصين فيها رغم عملهم في ميدان اللغة العربية تعليما وتعلما وتخصصا، إلا بقايا من المدافعين المخلصين. وقس على ذلك الإعلاميين وأهل الصحافة والخطباء وغير هؤلاء. وإذا كان المتخصصون ويا للعجب يتساهلون في استخدام اللغة العربية والتحدث بها، فليس عجبا أن يمتد التساهل إلى من دونهم، فالمثقفون والمتعالمون ومدعو الحضارة يستخدمون ألفاظا وكلمات أجنبية في أحاديثهم وكتاباتهم، وكأن العربية تعجز عن الوفاء بتعبيرهم، حتى فشى اللحن وانتشر وشعت الأغلاط اللغوية، وقل المحذرون من مغبة هذا الجفاء للغة العربية، فعمت الكارثة وضاع اللسان العربي الفصيح بين أهله. وإذا كان حافظ إبراهيم رحمه الله تعالى نعى حظ اللغة العربية من أبنائها على لسانها، وقد كان في زمانه بقايا من أساطين اللغة وسدنتها، فبالله عليك يا حافظ ماذا كنت تقول لو أنك تعيش بيننا الآن؟ لغتي العربية فخر أبي.